في البحرين فقط نجد بأن أسرة آل خليفة تسيطر على نصف مجلس الوزراء. مجلس الوزراء البحريني يتكون من 26 شخص، 26 شخص، 13 واحد منهم من أسرة آل خليفة. منظمة الديمقراطية للبحرين دشنت في العاصمة البريطانية لندن تقريراً الخميس الثامن من سبتمبر بيّنت فيه وبالأرقام الموثقة حجم استحواذ عائلة آل خليفة الحاكمة في البلاد على المناصب العليا في الدولة وبشكل لا يتناسب مع حجمها السكاني. يعني هذه الأرقام هي الأرقام الرسمية المعلنة، ولكن بالتأكيد أن هيمنة آل خليفة أكثر من ذلك بكثير، وهيمنة آل خليفة واضحة من خلال هيمنة حاكم آل خليفة في البحرين على القرار السياسي وعلى السلطة باسم الدستور الذي وضعه الحاكم في 2002. هذه الأرقام المعلنة على الأقل تقول للعالم أن هذه العائلة التي لا تمثل حتى نصف المئة من شعب البحرين تسيطر على القرار السياسي والثروة في البحرين. الشعب البحريني الذي ثار على تلك الهيمنة الخليفية التي امتدت لتشمل ثروات البلاد وأراضيها وسواحلها دفع ثمناً باهظاً لتلك المواجهة، لكنه مصمم وبالرغم من كل ذلك على دحر هذه العائلة الطاغية. شعب البحرين طبعاً قد أثبت جدارته، لأنه رغم كل هذه القوة والدعم الذي يتلقاها أسرة آل خليفة إلا أنهم لم يستطيعوا أن يركعوا شعب البحرين. وبالرغم من اعتماد الشعب على قواه الذاتية في هذا الصراع غير المتكافئ إلا أنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة برفع ملف البحرين إلى مجلس الأمن الدولي ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة البحرين لإجراء استفتاء شعبي لوضع دستور جديد للبلاد هي أهم التوصيات التي طرحت في هذا المؤتمر الصحفي للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من العاصمة البريطانية لندن.